صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدينا، مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان من داخل مقر النادي الأهلي فرع الجزيرة، متواجدة معاكم لنقل طبعا آخر الأخبار والمستجدات سواء في كرة القدم أو كمان الألعاب الأخرى. هنبدأ أكيد بالكرة القدم، الفريق الأول لكرة القدم واللي أكيد لسه يعني بيواصل استعداداته لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر ليها يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، وده طبعا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. عايزين كمان نطمن المشاهدين على ياسر إبراهيم، يعني كلنا عارفين أنه هو اتصاب في المباراة الأخيرة يعني بكدمة أعلى الركبة خلال مباراة يانج أفريكانز تنزاني يوم السبت الماضي، ولكن الجهاز الطبي اطمأن على حالة طبعا اللاعب بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي، وبالفعل شارك أمس في التدريبات الجماعية وكمان هيشارك النهاردة. النهارده بقى بيلتقي الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي في مواجهه قويه جدا امام سموحه في اطار منافسات نهائي بطوله دوري المرتبط لكره السله الموسم الحالي. المباراه طبعا هتكون الساعه 6 مساء على صاله دكتور حسن مصطفى بمدينه 6 اكتوبر، واكيد النادي الاهلي بيسعى لمواصله مشواره في الحفاظ على لقب دوري المرتبط للموسم الرابع على التوالي وللمره التاسعه في تاريخه. كل التوفيق اكيد يعني النهارده لرجال السله الاهلي امام سموحه. الفريق الأول لكرة الطائرة رجال فاز على المقاولون العرب في المباراة اللي جمعت بين الفريقين أمس ضمن منافسات بطولة الدوري، أقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي هنا بالجزيرة، وشهدت الحقيقة تفوق كبير جدا من لاعبين الأهلي اللي حققوا الفوز بنتيجة 3-0. والنهارده هيخوض رجال طائرة الأهلي مباراة ودية أمام فريق السويحلي الليبي، المباراة هتكون طبعا الساعة 1 الظهر على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي هنا أيضا بالجزيرة. اخيرا بقى الفريق الاول لكره اليد رجال واصل تدريباته امس على صاله الامير عبدالله الفيصل استعدادا للسوبر المصري امام الزمالك المقرر اقامتها السبت المقبل على صاله الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان بالامارات، وخاض جميع اللاعبين تدريبات متنوعه وكان في تقسيمه قويه جدا لتجهيز الفريق يعني بالكامل قبل السفر. وكمان عقد الاسباني ديفيد ديفيز المدير الفني للفريق محاضره مع جميع اللاعبين قبل بدايه الميران للتأكيد على جميع الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة. أكيد كل التوفيق طبعا لرجال يد في السوبر المصري أمام نادي الزمالك. يعني طبعا دي كانت أبرز وأهم الأخبار اللي معايا النهاردة من النادي الأهلي فرع الجزيرة، بشكركم وعودة ليكم مرة تانية.